افتتاحية وول ستريت جورنال من الإغلاق حتى المرحلة الثانية من فيروس كورونا. تقول الافتتاحية إن الانتقال إلى استراتيجية صحية واقتصادية مستدامة يتطلب تحولاً وتفسيراً مقنعاً لعامة الشعب، وتجادل أنه عاجلاً أم آجلة سيضطر الرئيس ترامب وحكام الولايات لتبرير الثمن الاقتصادي للإغلاق العام، خصوصاً معدل البطالة الذي يتوقع ارتفاعه بالملايين. افتتاحية واشنطن بوست: إن هدف ترامب إعادة الناس إلى العمل مبكراً متهور. تقول الافتتاحية إن نية ترامب إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وإعادة الناس إلى العمل بحلول عيد الفصح من شأنها أن تساهم في تفشي خطر فيروس كورونا، كما تشدد الافتتاحية على أن المزيد من الوقت يجب أن يمر من أجل كسر سلسلة العدوى، وتختم بدعوة البيت الأبيض إلى تعيين مسؤول واحد لديه سلطة تخطيط الفترة المقبلة والتي قد تصل إلى عام 2021. ستيف هيلتون في موقع فوكس نيوز: اقضوا على انتشار فيروس كورونا، ولكن ليس الاقتصاد قبل فوات الأوان. يجادل الكاتب أن هناك هوة ضخمة بين أساليب البعد الاجتماعي المنطقية والإغلاق العام الذي ينتشر عبر البلاد، وكما أن انتشار فيروس كورونا يرفع عدد المصابين به، يقول الكاتب، فإن الإغلاق الاقتصادي يزيد من عدد الناس الذين يفقدون وظائفهم ومنازلهم وأعمالهم. في الختام يدعو هيلتون للاستمرار في منع التجمعات الكبيرة مع وقف الإغلاقات العامة وإنتاج اللوازم الطبية اللازمة للتعامل مع الأزمة. افتتاحية نيويورك تايمز: إن فيروس كورونا في انتشار، على كافة الأمريكيين أن يبقوا في منازلهم. تدعو الافتتاحية الرئيس ترامب إلى فرض أمر بالبقاء في المنازل لمدة أسبوعين كجزء من استراتيجية وطنية متماسكة لحماية الأمريكيين من فيروس كورونا، وتضيف بأن الأوان قد فات على احتواء الفيروس من خلال أسلوب اختياري، حيث لم تؤتي الدعوات لممارسة البعد الاجتماعي الطوعي ثمارها.